عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور أسباب الإصابة بالغدة الدرقية وأعراض المرض والمضاعفات وطرق العلاج. السلام عليكم، أنا اسمي دكتور ويعام حسين، استشاري غدة الصماء والسكر. اليوم حنكلمكم عن مرض شائع جدا ومهم جدا اسمه مرض الغدة الدرقية. ومرض الغدة الدرقية منقسم إلى نوعين كبار. أول واحد بتعلق في وظائف هرمون الغدة الدرقية، إذا كانت الوظيفة زائدة نسميها فرط في إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وإذا كانت الوظيفة ناقصة نسميها نقص في هرمون الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية. الجزء الثاني بتعلق في حجم الغدة الدرقية، ممكن يكون في تضخم فيها وممكن يكون فيها عقيدات وأورام، فهذه شغلة ثانية بالنسبة للغدة الدرقية. الشائع الكثير بأمراض الغدة الدرقية هو خمول الغدة الدرقية، وأحياناً يكون مصاحب لتضخم الغدة الدرقية. هذا مرض عادة من الأساس هو مرض وراثي، ويكون في تاريخ عائلي عند أغلبية المرضى، يكون في هناك التهاب مزمن عن طريق إنتاج مضادات، لأنه هو مرض مناعي في الأول، مضادات ضد الغدة الدرقية تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية وتؤدي إلى خمول الغدة الدرقية. أعراضه شائعة جدا، الخمول، زيادة الوزن، الإمساك، سقوط الشعر، نشاف الجلد، طاقة ضعيفة، والخمول في الجسم.